في نقطة مهمة قوي في إطار المناورات، هل يأتي تصريح أحمد المغير بوجود أسلحة في ربعة وأنها كانت مسلحة في إطار المناورات دي، أم أن أحمد المغير محسوب على جناح ضد جناح آخر؟ لا، هو أحمد المغير بيتكلم على مسألة الأسلحة، على أنه في قيادات داخل الاعتصام باعت المعتصمين في قيادات كبرى من الإخوان. كان يقصد مين؟ هو في الغالب كان يقصد عصام العريان، وكان يقصد البلتاجي، وكان يقصد صفوة حجازي، ده اللي هربوا قبل الاعتصام. كان يقصدهم ان هم دول باعوا الاعتصام كله، وانهم قاموا باخراج الاسلحة. هو عايز الأسلحة تكون موجودة، وبيقول أحمد المغير أنه لو الأسلحة ظلت موجودة في المكان لكانت لدينا القدرة على مواجهة هذا النظام ولعدة سنوات قادمة كما يحدث في سوريا، ولكن أخرجوا الأسلحة قبل فض الاعتصام حتى لا تكون هناك قدرة للمعتصمين في مواجهة، يعني مواجهة الشرطة ومحاولة فض الاعتصام لهم. أليس هذا الشخص محسوبا على جناح خيرت الشاطر؟ طبعا هو من رجالة خيرت الشاطر، بس هو برضو علشان تعرف دلوقتي احنا اتكلمنا عن الخلافات التي خارج السجون، في خلافات داخل السجون. بمعنى يعني انه ممكن في بعض الناس هم بيتهموها بالضعف، ابتدت تتكلم على انه يا جماعة احنا لازم نغير المسار ولازم نغير الافكار، واحنا فعلا كان في اخطاء في فترة الحكم ويجب ان نعترف بهذه الاخطاء. من صاحب هذا التيار؟ الغريبة بقى ان انت تلاقي صاحب هذا التيار في محاولة الاعتراف هو خيرت الشاطر بنفسه؟ بنفسه ومن معه. يعني خيرت يرى ان هناك اخطاء حدثت في الممارسة. في الممارسة. إنما في آخرين بيردوا عليه، وعلى رأسهم محمد مرسي وعلى رأسهم محمد بديع، بيقولوا يا عم اللي حصل ده مش أخطاء، نحن لا نقع في أخطاء لأن يد الله مع الجماعة ونحن جماعة، ولكن الذي وأن الله يبارك عمل الجماعة حتى ولو كان فيها خطأ يتحول إلى صواب، ولكن الذي حدث هو ابتلاء من الله. يعني هم أسمين نفسهم قسم يرى أن هناك أخطاء، والأخطاء دي مش معناها إن هم يعني لا، أخطاء في التكتيك مش في الأفكار، أخطاء في الحركة، أخطاء في العمل السياسي، في إنه ليه ما طلبناش من محمد مرسي إن هو يستجيب مثلا ويعمل انتخابات مبكرة، ليه ما استجبناش للغضب وأقلنا الوزارة بتاعت أنديل.